أهلا بكم. أنهت السوق السعودية اليوم تعاملاتها ومؤشرها الرئيسي متراجعا ب 85% في المئة عند مستويات 5996 نقطة، وسط أحجام للتداول بلغت 171 مليون و900 ألف سهم، وقيما للتداول بلغت 3 مليارات و52 مليون ريال. أما عن القطاعات فقد غلب عليها اللون الأحمر، حيث تصدر التراجعات قطاع الإعلام والنشر، وجاء قطاعي الاستثمار الصناعي والتطوير العقاري على ارتفاع بنسبة 77% في المئة. أما عن حركة الأسهم فقد تصدر سهم تكافل الراجح الارتفاعات بأكثر من 7%، بينما جاء ميكو على رأس التراجعات بأكثر من 7.5%. مصرف الإنماء تصدر الأحجام بأكثر من 44 مليون و100 ألف سهم، وتصدر أيضا قيم التداول بأكثر من 553 مليون و200 ألف ريال.